السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. هناخد في فيديو النهاردة مع بعض يونت 8 للصف الأول الإعدادي بعنوان The Amazing World Around Us، يعني العالم المذهل من حولنا. في الفيديو بتاع النهاردة هناخد مع بعض Lesson 1 الدرس الأول، وطبعا أنت مش هتحتاج، لو أنت تابعت معايا بإذن الله تعالى مش هتحتاج إن أنت تروح لدرس، وما تنساش طبعا تكون عامل سبسكرايب في القناة بحيث توصل لك كل الفيديوهات اللي هرفعها بشكل تلقائي. تعالوا كده مع بعض نبدأ ليسن 1، نشوف كده ليسن 1 ونقرأ الكلمات بتاعته. تعالوا كده نقرأ الكلمات، ركز معايا كده. Amazing Bridge City Pyramid Tower Tunnel Country Countries Meter كيلومتر. والكلمتين دول انت ممكن تشوفهم بدل ما هي في اخرها ار اي ممكن تشوف اخرها اي ار، والاثنين صح، كتبتها كده او كتبتها كده الاثنين صح، بيكون مثلا بتكون واحده بريتش والثانيه ايه امريكان. اوكي طيب تعالى كده نشوف مع بعض questions words with how. طبعا how زي ما انتم شايفين هنا كده كلهم جاي بعدهم ايه adjective صفه، تعالوا كده نشوف معناهم لان مهمين جدا في المنهج. How wide دي بتسأل عن عرض أو اتساع شيء. How long بتسأل عن المسافة أو المدة اللي أنت قضيتها في مكان. How deep بتسأل على عمق حاجة، زي ما بسأل مثلا عن عمق بحر مثلا أو حاجة أو بحيرة. How high بتسأل عن ارتفاع. How high أو how tall كده بسأل عن ارتفاع مثلا برج أو جبل أو حاجة. How old بسأل بيها عن العمر. How many بسأل بها عن العدد. وطبعا في how much اللي احنا بنسال بيها عن السعر او الكميه، وفي how often كمان اللي بنسال بيها عن عدد الايه؟ عدد المرات، اوكي؟ طيب تعالى كده نشوف مع بعض ال numbers and their words اللي هي الارقام وكلماتهم. اول حاجه عندنا اللي هي 100 1000 وهنطقها زي 1000، يعني الزد الاس هتتنطق زد معايا والدي هنا ممكن ما انطقهاش فاقول ايه 1000 1000 مليون مليون more than just under about. طيب الارقام ديت اللي هي اللي فوق ديت اللي هي سواء 100 او 1000 او مليون، الارقام ديت لو جه قبلها رقم ما بنحط لهاش ايه اس خالص، اوكي؟ ولو ما جاش قبلها رقم بنضيف لها ايه اس، وهشرحها تاني في جزئيه تانيه في الصفحه اللي جايه باذن الله. طيب تعالى كده نشوف مع بعض الاديشنال فوكابلري، الكلمات اللي هي الاضافيه هنقراها ازاي. guess building measurement measure، طبعا كلمة measure اللي هي الحد هنا كده، ده اللي هي الحد هنا لحد الايد دي معناه يقيس، هتضيف عليها الجزء اللي هو ment بيحولها في الحالة دي من فعل إلى إيه؟ إلى اسم، تبقى من measure يقيس إلى measurement اللي هو القياس نفسه. الجدول اللي بعد كده اللي هو جدول prepositions اللي هو جدول حروف الجر. around on page examples of under the ground. طيب بعد كده ال words and opposites اللي هي الكلمة أو الكلمات وعكسها. wide عكسها narrow high عكسها low under عكسها above long عكسها short. هنشوف بقى مع بعض دلوقتي حاجة اسمها اللانجوج نوتس اللي هي الملاحظات اللغوية، بتكون طبعا مهمة جدا وبيجي عليها حاجات طبعا في الامتحان. طيب ايه أول ملحوظة بيديها لنا؟ بيعرفنا حاجة كده اسمها أو فعل موجود عندنا اسمه ايه فيل. الفعل فيل ده اللي هو بمعنى ايه يشعر أو يحس. فيل ده من الأفعال اللي هو بيجي بعدها ايه أدجكتيف، بيجي بعدها صفة. طيب زي المثال ده كده تعالى كده نشوفه مع بعض اللي هو ادم فيلت نيرفس بيفور هي ستارتد هيز نيو سكول. يعني ادم شعر، سواء هنا جابها لي فيل او فيلت مش هتفرق معايا، بس هو هنا جاب ايه فيلت اللي هو الماضي بتاع فيل بمعنى شعر، اوكي؟ سواء بقى جابها فيل او فيلت الاثنين بيجي بعدهم صفه عادي. يبقى بيقول لي ادم شعر بالتوتر قبل بدء الايه او قبل ما يبدا الايه المدرسه الجديده بتاعته، اللي هو رايح مدرسه جديده ومش عارف بقى حد وكده هناك فمتوتر يعني. فطبعا احنا ممكن نستخدم فيل دي ان انا ممكن اقول ايه I feel hungry يعني انا اشعر بالجوع. I felt happy يعني انا شعرت بالسعاده. I felt sad يعني انا شعرت بالحزن وهكذا، فبتجيب بعد feel او felt صفات. اوكي طيب نشوف الملحوظه الثانيه اللي هو مديني النمبرز اللي احنا قلنا عليهم اللي هي ال 100
و1000 ومليون، اللي هي الارقام دي. الارقام ديت مهمه جدا، او الجزئيه بتاعتها ديت مهمه. طب بتقول ايه الجزئيه بتاعتها ديت؟ بيقول لك ان الارقام دي يا سيدي لو جه قبلها رقم مش هتحط لها ايه؟ اس، زي الاكزامبل ده كده. فبيقول ها اي هاف 500 باوندز، يعني انا معايا او امتلك 500 ايه؟ جنيه. لاحظ هنا ان هو جايب قبلها 5 ومع ذلك ما حطش ايه؟ ما حطش اس، اوكي؟ ليه؟ عشان الارقام ديت لما بياتي قبلها رقم او حرف الاي اللي هو الا، يعني لو قلت اي هاف 100 باوندز يعني معناها كده ان انا معايا 100 جنيه، برضه لو حطيت قبلها ا برضه مش هحط اس، يبقى لو جه قبلها ا او رقم هنستخدمهم بدون الاس. امال امتى احط لهم اس؟ لو ما فيش قبلها رقم ولا الاي ولا حرف الاي. يبقى في الحاله دي هنقولها ازاي؟ هنقولها thousands، وهنا معناها الاف. thousands of tourists visit Egypt every year، يعني الاف من السياح بيزوروا مصر كل ايه؟ كل سنه. طيب تعال نشوف بعد كده برضو نقطة مهمة اللي هي هاو وبأشكالها المختلفة. طبعا هاو احنا اتفقنا ان هو بيجي بعدها ايه؟ صفة. سواء بقى بسأل عن العمر هجيب بعدها الصفة اللي هي old، فأقول ايه؟ هاو اولد. هاو اولد ار يو؟ كم عمرك؟ بترد انت تقول لي ايه؟ I am 12 years old. لاحظ ان انت لما بتستخدم هاو اولد بتحط اولد في اخر ايه؟ الاجابة بتاعتك. طيب لو بسأل عن العمر هقول ايه؟ هاو ديب از ليك بايكال ان راشا؟ يعني العمق بتاع البحيره اللي هي بحيره بايكال ديت عمقها قد ايه اللي موجوده في روسيا؟ فبالتالي هتديني العمق، هتقول لي ايه؟ اتس 1642 meters deep. لاحظ برضو ان انت هنا هتقول ديب، يبقى تحط برضو ديب في اخر الاجابه بتاعتك طالما بتسال عن العمق. هاو هاي كده بسال عن ارتفاع شيء. هاو هاي از ذا جريت بيراميد؟ بسال عن ارتفاع الهرم الاكبر. فبيقول لي هنا الارتفاع بتاعه ايه؟ It's 146 meters high. لاحظ برضو هنا high او high، يبقى احط برضو ايه؟ high في اخر الاجابة بتاعتي. طيب بسأل عن المسافة او الطول بشكل افقي ازاي؟ بيقول لي how long is the river Nile؟ how long is the river Nile اللي هو نهر النيل طوله قد ايه؟ جه يدينا هنا طبعا زي ما انتم شايفين اهوت اللي هو الطول بتاع نهر النيل، فعمل لي ايه؟ It's 6650 كيلومترز لونج، اللي هو بيديني الطول. بعد كده بقى بيعرفنا ازاي نقرا الايه؟ الارقام اللي هي الريدنج نمبرز. مدينا هنا مثلا رقم وليكن اللي هو 435000. تعالوا كده نشوف هنقراه ازاي بالانجلش هنا. هنقول ايه؟ 435000 اللي هو 435000. هنا 37 ايه؟ مليون. زي ما انت قلتها بالايه؟ بالعربي هتقولها بالانجلش. انت بتقول 37 مليون يبقى تقول ايه؟ 37 مليون. طيب هنا 37 مليون و435 الف و191، زي ما انت قلتها بالعربي برضه هتقولها بالايه؟ بالانجلش. 37 مليون اللي هي 37 مليون، 435 الف يبقى تقولها 435000، 191 اللي هي 191، اوكي؟ فالجزئيه دي بيعرفك ازاي تقرا الايه؟ الارقام. اسمع على كده انت ممكن تكتب بقى اي رقم وتعمل زي الاشكال دي كده. بعد كده بيعرفنا معلومه طبعا مهمه برضو، وهي استخدام حاجه اسمها more than و just under و about. بستخدم التعبيرات ديت لما احب اقول او ادي رقم بشكل غير دقيق، يعني ما بقاش مد الرقم بالظبط، اوكي؟ يعني مثلا وليكن سي مثلا الرقم هنا 192، اوكي؟ فانا هقول بدل ما اقول 192 انا هقول اكتر من 90، اكتر من 190، اوكي؟ يبقى اقول ايه؟ more than 190 اللي هي معناها اكثر من 190. طبعا هنا اكتر من 190 اكتر من 190 باثنين، اوكي؟ طب تعالى هنا 101 ايه؟ 179. فبقول لي ايه هنا؟ just under 180 اللي هو معناها اقل بقليل من 180. فعلا هو اقل بقليل قوي من 180 اللي هو اقل بواحد بس. طيب تعالى هنا اللي هو 2003 بيقول لي about اللي هي معناها حوالي او تقريبا، about 2000 اللي هي حوالي 2000، طبعا هي اكتر من 2000 بحاجه بسيطه اللي هو 3 بس، يعني الرقم مش كبير ولا حاجه. يبقى بنستخدم اللي هي الاكسبريشنز دي التعبيرات ديت لما اجي ادي ارقام بس بشكل غير دقيق جدا، اوكي؟ بيبقى مثلا فرق في رقم او رقمين او ثلاثه فبيبقى عادي يعني. يبقى نستخدم more than just under او about، وتخلي بالك من دول تحديدا كمان عشان بيجوا في التشوز
ان هو يشيل لك مثلا مور ويقول لك شوف ايه اللي بيجي مع ذان، او يشيل مثلا جاست ويقول لك شوف ايه اللي هتيجي مع اندر. اوكي تعالى كده نشوف الجزئيه اللي بعد كده. في الصفحه ديت بيدينا جدول كده مكتوب عليه important places اللي هي الاماكن المهمه. بيديك يا سيدي هنا على الشمال كده المكان او المبنى او الكوبري او البحيره، وبيعرفك هنا الكونتري او السيتي اللي هي موجوده فيها، سواء الدوله او البلد او المدينه اللي هي موجود فيها. وبعد كده بيعرفك حاجه اسمها الميجرمنتس اللي هي القياس او معلومه عن ارتفاع الحاجه ديت او طولها او عمقها او كده، فبيديك معلومه عنها. طيب الجزئيه ديت كل اللي يهمك قوي برضو فيها ان انت يا سيدي ممكن تبقى عارف بس اسم المكان وعارف موجود فين وخلاص، انما موضوع ان انت تبقى عارف كل مكان من الاماكن ديت طوله ايه او قياسه ايه او عمقه ايه او الكلام ده، طبعا انت مش مطالب بالكلام ده. اوكي كل بس اللي هو مثلا كمعلومه حتى كمان انت تبقى عارف بس ايه المكان وعارف ايه المدينه اللي هو موجود فيها وخلاص، كمعرفه كده وخلاص. طيب تعالى نفوت الجدول ده كده ونشوف الجملتين دول كده نحلهم مع بعض. نمبر 1 هنا بيقول لي ايه 10 people watch the match at the stadium. طيب بيقول لي ناس بيشاهدوا المباراة في الاستاد، ايه العدد اللي ممكن يشاهد الايه المباراة في الاستاد؟ هل 10 1000؟ طبعا ما ينفعش اقول 10 1000 لان هي يا اما تقول 10000 يا اما تقول 1000، انما الاثنين مع بعض اللي هي 10 والآ ما ينفعش. وعلى فكرة الآ ديت بتحل محل نمبر 1 بالظبط، وبالتالي ما ينفعش اقول 10 1. اوكي طيب يبقى ديت ايه خطأ. تعال نشوف الثانية 10000. لا احنا اتفقنا ان لو الارقام اللي هي 100 و 1000 ومليون لو جه قبلها رقم زي 10 او اي رقم تاني ما ينفعش احط لها اس، مش كده؟ وبالتالي برضو الجزئيه ديت او الاختيار ده برضو غلط. تعال نشوف الثالث 10000 اللي هو 10000 ولا 10 مليون اللي هو 10 مليون. طبعا 10 مليون دي مستحيل اصلا في استاد في العالم بياخد 10 مليون، ده اكبر استاد في العالم اصلا ما ياخدش اكتر من 110 مثلا الف او حاجه او 100000. اوكي وبالتالي الاختيار الصح اللي احنا نقول ايه 10000 اللي هو 10000 شخص بيشاهدوا المباراه فين في الاستاد. تعالى نمبر 2 هاو از ايفل تاور اللي هو عاوز يعرف هنا برج ايه ايفل طوله ايه او ارتفاعه قد ايه. طيب انا هسال عن حاجه بشكل افقي هنا سوري بشكل ايه راسي اللي هو البرج، يبقى الابراج والجبال والحاجات اللي انت بتسال عن ارتفاعاتها ديت هتسال بهاو ايه، هاو ميني كم عدد، هاو ديب سعر عمق، هاو ماتش كم سعر او كميه، هاو هاي طبعا هنا هسال بهاو هاي، او في طبعا حاجه ثانيه ان انا ممكن اسال بدل هاي ممكن اقول هاو تول، يبقى الارتفاعات بنسال بيها عن بهاو هاي او هاو تول. الصفحه دي بقى يا سيدي كده بيعرفك ازاي تكتب باراجراف عن حاجه اسمها ان امبورتنت بيلدنج اللي هو مبنى مهم. الجزئيه اللي في الاول ديت او الجمل اللي في الاول دي بيعرفك كوسائل مساعده يعني ان انت تستخدم الجمل ديت في كتابه باراجراف عن اي مبنى. زي ايه هي الجمل ديت؟ اول حاجه بيقول لك انت هتذكر اسم البلد وليكن مثلا كلمه ايجيبت اللي هو مصر، فتقول مثلا وليكن ايجيبت هاز ا لوت اوف امبورتنت بليسز يعني مصر بتمتلك او بها كثير من الاماكن الهامه. طيب المعلومه الثانيه بيقول لك ان انت هتقول ذا وبعدها اسم المبنى، اسم المبنى مثلا وليكن ذا كايرو تاور، يبقى تقول ايه ذا كايرو تاور از وان اوف ذا موست امبورتنت بيلدينجز اللي هو من اهم المباني اهميه او من اكثر المباني اهميه. طيب المعلومه الثالثه ان انت تقول ايه التوك، والتوك طبعا بيجي بعدها المده الزمنيه اللي خدها المبنى ده لحد ما اتبنى، وبعدها تقول ايه والمصدر، فهتقول ايه التوك 5 years مثلا تو بيلد يعني خد خمس سنوات او صار خمس سنوات لحد ما اكتمل بنائه. بعد كده it opened in وبعدها السنه اللي تم الافتتاح بتاع المبنى فيها. بعد كده its وبعدها رقم وبعد كده مثلا ايه meters لو كنت بتتكلم على ارتفاعه، طب لو طول هتقول its وبعدها الرقم وبعد كده مثلا ايه meters long. اوكي يبقى بنستخدم high او tall لو انا بتكلم عن حاجه ايه بشكل راسي. طيب مثلا طول نهر مثلا او طول طريق يبقى استخدم هنا ايه long. اوكي وهكذا بتتكلم طبعا عن العمق صحيح برضو اللي بتستخدم ايه ديب، بتستخدم مثلا او هتتكلم عن عرض كوبري يبقى استخدم ايه كلمه وايد في الاخر. اوكي طيب تعالى بعد كده المعلومه الثانيه اللي هو بيقول لي ات هاز
وتبدا بقى توصف له في المبنى مثلا في بعض الجمل. مثلا وليكن انا هتكلم على كارت التاور اللي هو برج القاهره، فهتتكلم مثلا ان هو ايه، it has a lot of windows، يعني بيه كثير من الايه، من الشبابيك مثلا، وان هو ايه، it has مثلا مثلا a lot of stairs اللي هو بيه سلالم كتير. وممكن مثلا نقول ان هو it has a big restaurant، ان هو فيه مطعم كبير، وهكذا. اوكي مثلا يعني. طيب تعالى بعد كده اخر معلومة بتقولها، انت بتقولها على اي مبنى، اللي هو بتمدح شوية في المبنى في جملة ختامية في الاخر كده، فتقول ايه، it's a wonderful building، اللي هو معناها مبنى ايه، رائع. طيب تعالى كده نشوف المثال اللي هو اصلا من دورنا هنا عن the Cairo Tower، اللي هو لو جاب لي قال لي اكتب باراجراف عن مبنى مهم، فنحفظ اللي قدامنا ده كده عشان نكتبه له. بيتكلم ايه عن الباراجراف هنا؟ بيتكلم عن حاجه اسمها ذا كايرو تاور، يعني برج الايه؟ القاهره. هقراه معاكم كده عشان لو انت في بعض الجمل ما انتش عارفها، اوكي؟ فتبقى عارف المعنى بحيث تبقى حفظ الباراجراف يبقى سهل عليك. لو انت مثلا يا سيدي عارف الكلام ده ممكن ايه؟ تسرع الفيديو مثلا شويه. ركز بقى معايا. Egypt has many amazing places، يعني مصر بها كثير من الأماكن المذهلة أو المدهشة. You can visit some of these places in Cairo like the Cairo Tower and the Egyptian Museum. يعني أنت تقدر تزور بعض من هذه الأماكن في القاهرة مثل برج القاهرة والمتحف المصري. The Cairo Tower is one of the most famous buildings in Egypt. يعني بيقول لك إن كايرو تاور اللي هو برج القاهرة واحد من أشهر الأماكن أو من أشهر المباني في مصر. It took 5 years to build، يعني استغرق 5 سنوات لحد ما اكتمل بناؤه. It opened in 1961، يعني تم افتتاحه سنة 1961 سوري. بعد كده It is 187 meters tall and stands next to the Nile، يعني بيعرفك هنا ان هو ارتفاعه 187 متر وقائم او مبني بالقرب من الايه، النيل. طيب بعد كده there is a restaurant، بيبدأ يوصف المبنى اهو، there is a restaurant at the top، في مطعم في القمة أو في الدور اللي هو الأخير في الجزء العلوي في البرج. بعد كده بيعرفك إن هو إيه، it moves، إن الجزء الأخير فيه ده اللي هو المطعم ده بيدور. So لذلك ليه بقى بيدور ليه؟ يقول لك so you can see all of the city below، عشان تقدر تشوف المدينة كلها اللي هي مدينة القاهرة يعني كلها من جميع الايه، الاتجاهات. بعد كده there are 24 windows on each floor of the buildings، يعني في 24 شباك في كل طابق او في كل دور من المبنى، كل دور في 24 شباك. If you want to climb to the top، لو انت عاوز تصعد لقمه الايه، البرج ده، there are، بيقول لك ايه بقى، يوجد ايه، there are 2500، يعني في 2500 stairs، سلم. طيب معلومة تانية بيقول لك إن هو at night، في بالليل بقى the colors on the tower change، يعني الألوان على البرج بإيه، بتتغير، بيبقى عليه ألوان كده بالليل بتبدأ تتغير وتديك مثلا إيه، أو بتتغير لألوان مختلفة يعني. آخر معلومة طبعا اللي إحنا قلنا عليها الختامية اللي هتبقى على أي مبنى، اللي هو إيه، it is a wonderful building، اللي هو معناها مبنى إيه، رائع. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي نحل حاجة اسمها الفوكابلري اكسرسايز، اللي هي التمارين اللي موجودة على الجزء الايه، الكلمات. هنبدأ بسؤال اللي تشوز نمبر 1 هنا، بيقول we enjoyed ourselves last holiday، يعني استمتعنا بنفسنا عطلة او الاجازة الايه، الماضية. It was a، يبقى بما ان احنا استمتعنا بنفسنا يبقى اكيد الاجازة دي كانت رائعة، فهتبقى ايه، ugly قبيحة، boring مملة، amazing مذهلة، ولا terrible يعني فظيعة او سيئة جدا، طبعا هتبقى amazing يعني مذهلة، لأن هنا بيقول لك إيه، إحنا enjoyed يعني استمتعنا بنفسنا. طيب number 2 the tower is 146 meters، أنت بتتكلم على برج يعني حاجة بشكل رأسي، وبالتالي بتتكلم على ارتفاع، يبقى السادم هاي ولا لونج ولا ديب ولا اولد، طبعا إحنا اتفقنا في الارتفاعات بنستخدم يا هاي يا طول. أوكي number 3 the bridge is about 25,000 meters، يبقى هنا بيتكلم على الكوبري، والكوبري طبعا بما انه هتكلم على الطول بتاع الكوبري او المسافه بتاعه الكوبري، يبقى مش هنستخدم طول، لان الطول دي بتيجي مع الحاجات اللي هي واقفه بشكل ايه، راسي. اوكي يبقى هنا هنستخدم ايه، هاي، طب ما هاي زي طول، لا برضو، طب هنستخدم ديب، لا ده ديب دي بنستخدمها في عمق شيء.
يبقى هنستخدم لونج. اه طبعا هنا هنستخدم لونج طالما بنتكلم على طول حاجه بشكل ايه افقي. اوكي طيب نمبر 4 هنا بيقول لنا ايه بقى then وبعد كده 35,500,000 people live in Paris. يعني 37,500,000 37 مليون و500,000 شخص بيعيشوا فين؟ في باريس. طيب ايه بقى الجزء او التعبير اللي كان بيجي مع ذان وبيدي معنى اقصر من اللي هي اولد ولا اباوت ولا اندر ولا مور؟ طبعا هنا هتبقى ايه؟ هتبقى مور. انت تحفظهم كويس اللي هي قلنا مور ذان جاست اندر واباوت. التعبيرات دي تحفظها كويس عشان احنا قلنا بنستخدمها لما باجي ادي رقم غير دقيق. طبعا هنا الرقم غير دقيق لانه هو هتلاقيه اكتر او اقل بحاجه بسيطه. طيب نمبر 5 Egypt is a great يعني مصر دي is a great E in Africa في افريقيا. هل مصر دي ينطبق عليها ايه؟ city ولا town ولا village ولا country؟ طبعا city اللي هي مدينه كبيره ممكن زي كايرو القاهره، town مدينه صغيره وليكن مثلا زي بنها، village اللي هي معناها قريه زي مثلا اي قريه مثلا من قرى مصر الكتير او اللي هي الارياف يعني، و country اللي هي دوله. يبقى طبعا مصر هتبقى ايه هنا؟ هتبقى country. نمبر 8 هنا بيقول ايه؟ we things by يعني احنا بنعمل ايه في الاشياء؟ by using the meter or the kilometer. بنعمل ايه في الاشياء باستخدام المتر او الكيلومتر؟ way يعني الكيلومتر والمتر ده بنعمل بايه؟ way بنزن بيه، count بنعد بيه، measure بنقيس بيه، guess بنخمن بيه، طبعا بنقيس بيه. طيب نمبر 9 it's 2.3 kilometers يعني 2.3 كيلومتر. under the ground تحت الايه؟ تحت الارض. يبقى high ولا deep ولا wide ولا old؟ انت بتتكلم تحت الارض يبقى كده بتقيس ايه؟ بتقيس عمق، ومع العمق بنستخدم كلمه deep اللي هي معناها عميق. اوكي طيب نمبر 10 where is Baikal it's in Russia. هي بايكال ديت احنا قلنا عباره عن ايه اصلا؟ موجوده في الجدول بتاع الاماكن، كانت ليك ولا بحيرة ولا سي اللي هو بحر ولا تاور برج ولا بريدج اللي هو كوبري؟ طبعا ديت طلعت ايه؟ ليك اللي هي ليك بايكال اللي هي معناها بحيرة ايه؟ بحيرة بايكال. ودي بحيرة موجودة فين؟ في روسيا. 11 The Luxor Temple اللي هو معبد الأقصر is just قلنا التلات تعبيرات اللي بنستخدمهم لإعطاء رقم ليس دقيق اللي هي كانت ايه؟ just ايه؟ just on ولا just more ولا just between ولا just under. طبعا هتبقى هنا ايه؟ just under اللي هي معناها اقل بقليل من، اقل بقليل من ايه بقى؟ من 3,500 years old اللي هو معناها ان معبد الاقصر ده عمره اقل بقليل من 3500 ايه سنه. 12 how is the Nile after Aswan how ايه؟ ما اعرفش بقى طبعا هاو ايه لان هاو بتيجي مع كل الاختيارات الاربعه دول، ولكن الاجابه هي اللي بتوضح. فبقول لي هنا ايه؟ اتس 2500 meters meters يعني كده بيديني 2500 متر. يبقى كده هاو ايه؟ هاو طول. طبعا النايل ما بيتقاس بالطول لانه ما هوش واقف بشكل ايه؟ راسي. طب هاو لونج؟ طب هاو ماتش؟ ما بسالش عن سعر هنا. طب هاو هاي؟ طب ما هاي قلنا زي ايه؟ زي طول. يبقى بتقيس المسافه يبقى بتستخدم ايه؟ بتستخدم long how long. مع بعض كده نشوف محتوى الصفحة ديت. هنا بيدينا حاجة طبعا كده خاصة بالسبينج اللي هي مهارة التحدث، ازاي اكون سؤال وازاي ارد على السؤال ده. طبعا التكوين او الجدول ده مهم جدا ليه؟ بان هو بيجي مثلا في سؤال choose وممكن كمان يجي لي في السؤال اللي هو الديالوج، وكمان مهم اصلا في اللغة بشكل عام ان انا لازم يكون عندي القدرة ان انا اعرف اكون السؤال وأرد على السؤال اللي أنا بتسأله. أوكي طب تعالوا كده نشوف الأسئلة دي مع بعض بشكل سريع كده. أول حاجة خالص هنا بيديني إزاي أسأل على طول أو مسافة إيه؟ طريق مثلا. فبيقول لي هنا إيه؟ How long is the Cairo Alexandria Desert Road؟ يبقى بيسأل هنا عن طريق طول طريق مصر إيه؟ الصحراوي. لما جينا ردنا هنا قلنا It is، ولاحظ هنا إن أنت لما تيجي تديني مسافة أو تديني مثلا ارتفاع أو تديني عمق بتبدأ إيه؟ بـ it is عشان انت بتتكلم عنها كايه؟ ككتله واحده. اوكي طيب يبقى هنا هنقول ايه؟ it is 220 kilometers long. هتقول how long؟ يبقى تحط لي long ايه في الاخر زي ما قلنا. طيب تعالى بعد كده بنسال عن عمق شيء، فبقول لي how deep is lake baikal يعني عمق بحيره بايكال ده قد ايه؟
تعال هنا مثلا نشوف هنا هيدينا العمق ازاي. هنا بيقول لي it is 1642 meters deep. يبقى how deep؟ يبقى احط ايه دي في الاخر، لان بسال عن عمق ايه، عمق شيء. طيب هنا نمبر 3 how old، هنا بسال عن عمر المعبد. how old is the Luxor temple، عمر المعبد الاقصر ده قد ايه؟ it's just under، لان انا مش متاكد من الرقم، فقلنا هنستخدم just under و about و more than لو انت مش متاكد من الرقم اللي انت بتديه. خلاص، فهنا بقول ايه it's just under، يعني اقل بقليل من ايه، من 3500 years old. طيب نكمل. how many people live in Cairo، يعني كم عدد الناس اللي بيعيشوا في القاهره. اوكي، فانا مش عارف برضو الرقم تحديدا، او مش عاوز ادي رقم ايه دقيق جدا، فبقول ايه more than 20 million people live in Cairo، يعني اكتر بقليل او اكتر من 20 مليون شخص بيعيشوا في القاهره. how wide، هنا انا بسال عن عرض ايه، عرض حاجه، زي ما هنسال هنا عن عرض ايه الكوبري بتاع تحيا مصر اللي هو لسه مبني من فتره بسيطه، فبقول ايه how wide is the Tahya Masr Bridge، يعني عرض برج العرض الكوبري بتاع تحيا مصر ده قد ايه. شوف بقى بيديك العرض ازاي هنا، it's about 67.36 meters wide، اللي هو بيديني الايه العرض بتاع الكوبري. فانت بتقول how wide، يبقى تحط ايه، قلنا وايد في اخر اجابتك. تعالوا بقى مع بعض دلوقتي بعد ما شفنا ازاي نكون سؤال عن الطول وعن الارتفاع وعن العمق والكلام ده، تعالوا كده نشوف بقى الديالوج ده هنحله ازاي. هنا بيقول لي complete the following dialogue، المحادثه هنا او الحوار هنا بيدور ما بين مازن وايه واحمد. فمازن هنا بيقول لي hello احمد where did you go last holiday، يعني انت اين ذهبت الاجازه اللي فاتت. رد احمد قال له ايه I visited the Cairo، وبعد كده I learned much information about it، يعني اتعلمت كمان معلومات كتير عنه. بعد كده مازن قال له ايه where it، قال له the Cairo tower is next to the Nile، برج القاهرة ده بجوار الايه، بجوار النيل. بعد كده قال له ايه how is it، يبقى هنحط هنا صفة لان how قلنا بيجي بعدها صفات. قال له ايه I think it's about 187 meters tall، اعتقد، لان هو مش متأكد، اعتقد ان هو حوالي 187 متر. قال له how old is it، يعني عمره قد ايه البرج ده. قال له it's more than 59 years، يعني عمره اكتر من ايه، من 59 اللي هو 59 ايه سنه، يعني اكثر من، لانه برضو مش متاكد من الرقم. وبعد كده هضيف هنا حاجه. طيب قال له هنا ايه تاني، قال له هيساله هنا طبعا بكلمه، قال له ايه بعد كده many floors are there in ده كانوا طبعا بيسأل عن عدد الأدوار، الأدوار اللي هي فلورز بمعنى أدوار، وتنفع كمان بمعنى أرضية الحجرة. فبيقول لك عدد الأدوار فيه قد إيه؟ قال له there are 16 floors، يعني في 16 دور. There is a restaurant، وكمان في إيه مطعم on the 14th floor اللي هو في الطابق الإيه؟ ال 14، في إيه مطعم في البرج ده. طيب كده أنت عرفت المحادثة هتدور حوالين ايه. تعالى بقى نقرأ بقى الورقة الثانية كده ونبدأ نجاوب. يبقى في الأول مازن بيقول له ازيك يا أحمد، أو مرحبا يا أحمد، أين كنت الإيه الأجازة اللي فاتت؟ قال له I visited the Cairo، احنا اتفقنا إن هو هنا موجودة هي the Cairo، إيه هنا the Cairo tower، يبقى هنحط هنا tower، ولاحظ إن أنت هنا بتكتب Cairo tower الاتنين كابيتال عشان ده مكان مشهور. بعد كده قال له أنا اتعلمت معلومات كثيرة عنه. سأله هنا where، وبعد كده إيه it. انت محتاج هنا بقى ايه بعد وير، محتاج لفيرب تو بي اللي هو محتاج لفعل مساعد عامه، مش شرط فيرب تو بي، يعني ممكن احط هنا ام او از او ار او واز او وير او دو او داز او ديد او اي حاجه من الموديل فيرب زي كان وكود وشال وشود والكلام ده. يبقى انت هنا محتاج لفعل ايه، فعل مساعد. ايه بقى الفعل المساعد ده؟ انت هتبص على اجابتك وتطلعه من الاجابه. هنا لو لقيت في الاجابه فيرب تو بي اعرف على طول انت لازم تستخدم فيرب تو بي فوق. اوكي، فهنا هنقول ايه بقى، بما ان از موجوده هنا فهنستخدم برده ايه is، عشان is فعلا بتيجي معايا. يبقى اقول هنا where is it، يعني اين هو. قال لي the Cairo tower is next to the Nile. بعد كده قال له ايه how، واتفقنا ان how بيجي بعدها الصفات السته اللي احنا عارفينهم اللي هي how old و how deep و how much و how many والكلام ده. how ايه بقى هنا هنعرفها من الاجابه. هنا بيقولوا ايه ان الطول بتاعه 187 متر طول. طالما طول موجوده هنا يبقى انت كده بتسال عن ايه، عن الطول. يبقى هاو ايه، هاو طول. جايب لي هاي يبقى هاو هاي، جايب لي ديب يبقى هاو ديب، وهكذا.
طيب بعد كده قام قال لي ايه how old is it، طب عمره قد ايه؟ بعد كده قام قال له ايه it's more than 59 years. years ايه؟ انت لما بتيجي حتى تقول عمرك وحد مثلا يقول لك how old are you، كم عمرك، بتقول مثلا ايه I am 13 years. yes I am 13 years old. فبالتالي هنحط هنا ايه، هنحط هنا old طالما بقول عمر ايه شيء. بعد كده هنا مازن هيسأل سؤال هنا، وبعد كده جايب لي بعد السؤال هنا ايه من، يعني هيبدأ بكلمة استفهام وحاطط هنا من. واضحة جدا ان احنا بنسأل هنا بايه، بهاو، هاو ماني، هاو ماني بقى، هاو اولد، هاو اوفن، والكلام ده. وان كده نكون خلصنا مع بعض حل وشرح ليسون 1 من يونت 8. قلت طبعا في كل فيديو هنشرح درس واحد، لو في اي حاجه مثلا غامضه في الشرح او في اي سؤال انت ما فهمتهوش ممكن تسيب لي استفسارك في كومنت تحت الفيديو، وباذن الله تعالى هرد على الفيديو. ما تنساش بقى طبعا تعمل سبسكرايب في القناه عشان لما ارفع الدرس الثاني او بقيه الفيديوهات توصل لك على طول بشكل مباشر، وتعمل لايك للفيديو وشير عشان تفيد اصحابك. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.